لمست نارك فالتمس لخواطري قبسا يضيء القلب يا سيناه. تربت يداي إذا حرمتك شافعا ومنعت حوضك أيها السقاء. يا أيها المكنون، يا أيها المكتوب في أعماقنا، أنت الكتاب وكلنا قراء. كم غالي يا ابن عبد الله، يا ابن عبد الله، ما بلغ الهوى منك الذي يرجو ولا الشعراء. كم غادر الشعراء من نظم وكم راحوا على طرق البيان وجاءوا. وتظل في كل القلوب محمدا، الصمت فيكم والكلام سواء. سماحة المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة السيد أحمد الصافي دام عزكم، السيد الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة دام تأييدكم، السيد رئيس هيئة التربية والتعليم العالي أستاذنا الدكتور عباس رشيد الددة دام توفيقكم، السيد مدير مكتب سماحة المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة دام توفيقكم، السيد عضو مجلس إدارة العتبة العباسية المقدسة السيد ليث الموسوي دام تأييدكم، السادة أعضاء مجلس الإدارة الأكارم دام توفيقكم، السادة رؤساء الأقسام ومعاونيهم الأفاضل، السيد رئيس قسم التربية والتعليم العالي دام توفيقكم، السادة معاوني رئيس قسم التربية والتعليم العالي دام توفيقكم، السيد مدير مجموعة العميد التعليمية للبنين المحترم، السيدة مدير مجموعة العميد التعليمية للبنات المحترمة، الحضور جميعاً بحفظ العنوانات والألقاب والصفات. فاتني أن أنوه السيد أستاذنا الدكتور مشتاق عباس معاً دام توفيقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلاً ومرحباً بكم. على بركة الله تعالى نعلن وإياكم انطلاق فعاليات ملتقى العميد للإرشاد التربوي السنوي الأول الذي يقيمه قسم التربية والتعليم العالي في العتبة العباسية المقدسة ضمن سلسلة ملتقياته التربوية التعليمية وتحت شعار مرشد العميد ملاذ آمن من تحدي الراهن، تيمناً بدور المرشد التربوي ورسالته الخالدة في مجموعة العميد التعليمية. خير ما نبتدئ به آيات بينات من الذكر الحكيم يعطر بها أسماعنا قارئ العتبة العباسية المقدسة السيد حيدر جلوخان، فليرتقي المنصة محفوفاً بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأفلح من صلى على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا وكان أمر الله
وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشون يخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون كفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما وكان بالمؤمنين رحيما
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله يا أيها النبي إنا أرسلناك وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العلي العظيم. وفي الحمام صلى على محمد وآل محمد. شكرا لمن قرأ وأجرا لمن استمع. سدوا أمام الريح شرفة أضلعي كي تستريح من الهطول دمائي. سدوا أمام الريح شرفة أضلعي كي تستريح من الهطول دمائي. لن تستطيعوا فك أحجيتي أنا، عرق العراق ينط في أحشائي. وقفة للاستماع إلى نشيد العراق الوطني ونشيد العتبة العباسية المقدسة الموسوم بلحن الإباء وقوفاً مع التقدير.
تستمر هذه الوقفة لقراءة الفاتحة المباركة على أرواح أحياء عند ربهم يرزقون. اللهم تقبل ثوابها وارحم من أهديت له واحفظ من أهداها، إنك أرحم الراحمين. إفاضات ليس بوسع أي كلمة تقديمها كلمة لسماحة المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة سماحة السيد أحمد الصافي دام عزه، فلنستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. السلام عليكم أخوتي أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. بدءا نتوجه لكم جميعا بالشكر المشفوع بالدعاء لما تبذله هذه المجموعة المباركة بكل تشكيلاتها الإدارية ومواقع الأخوة الأعزاء، ابتداء من رئاسة القسم الموقر إلى جميع الأخوة والأخوات العاملين في هذا السلك التربوي التعليمي المهم. اللهم اجعل قولي في الناس مسموعا وأثري في الخيرات متبوعا. هذا مقطع من بعض الأدعية المباركة التي جاد بها أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم في تعليمنا كيفية الاستفادة من الوقت وأيضا الاستفادة من المكان. لا بأس مفتتح بسيط وأكون بخدمتكم لبعض ما قد أثقل فيه أسماعكم. لا شك أن مسألة الوقت من المسائل التي اهتم بها الشارع المقدس كثيرا ورتب عليها آثار كثير من العبادات. عبادة الصلاة مثلا لا تصح إلا في وقت محدد، وعبادة الصوم لا تصح إلا في وقت محدد، والحج أيضا إلا في وقت محدد. وأيضا الشارع المقدس ندب بالإضافة إلى ذلك بقاع من الأرض الله أحب أن يكون العبد فيها، كالمساجد مثلا أو مكة المعظمة، حرم النبوي، مراقد الأئمة الأطهار عليهم السلام، حتى ورد أن الصلاة عند علي بمئة ألف. لذلك كان مسألة الوقت ومسألة المكان من المسائل المهمة في الجانب الشرعي. نحن عكفنا وبدأنا في العتبة العباسية المقدسة أننا نهتم كثيراً بمسألة الوقت. نحن في صراع مع الزمن، ولا شك أن الإنسان لو عاش ما عاش في الدنيا لا يمكن أن يحقق جميع ما كان في ذهنه، هذا لا يمكن. بل القرآن الكريم يحدثنا أن بعض الأنبياء الله تعالى أفاض عليه عمرا كبيرا كنوح عليه السلام، والنتيجة التي حصل عليها أنه لا يؤمن أو لم يؤمن من قومه إلا من قد آمن، مع أنه لا شك ولا ريب أن نوح باعتباره نبي
كان من البلغاء. لا يمكن الله تعالى أن يرسل نبياً لا يمكن أن يؤدي مقاصده بشيء جيد، هذا ما يمكن، هذا نقض الغرض كما يعبر عنه. لكن مع ذلك الفترة الزمنية التي قضاها عليه السلام فيهم حصل العدد بحيث دخلوا في السفينة، والسفينة لم تكن تحمل البشر فقط، وإنما أيضاً مجموعة من العجماوات أيضاً. فما هي السفينة التي صنعها نوح؟ حجم السفينة التي صنعها نوح كم؟ مساحتها؟ لا شك أنها سفينة بمقدار معين، يعني استوعبت مجموعة من المؤمنين زائد هذه العجماوات. المهم حتى أن ابن نوح لم يحالفه التوفيق وأن يأتي في هذا الركب. فمع سعة الفترة الزمنية لم يتمكن نوح عليه السلام ولا قصور فيه، لكن طاقة وقابلية البشر تحب عادة التمرد والابتعاد عن الحق. فلا شك أن الفترة الزمنية كل منا عندما يقضيها لا يمكن أن يستكمل كل ما يريد. الجانب التربوي الذي نحن بصدده، وجزيتم خيرا على هذا الملتقى وإن شاء الله تعالى يكرر، وسأعرض بخدمة الأخوة والأخوات أهمية هذه الملتقيات في ترسيخ بعض الشيء. أنتم تعلمون أن بعض العلوم لا تحتاج إلى قناعة المعلم فيها، مثلا الآن علم الرياضيات. علم الرياضيات أو علم الجغرافيا قد المعلم، بعنوان المعلم يعني، لا أقصد معلم الابتدائية كما يطلق المدرس، عنوان المعلم عندما يتحدث عن معادلة رياضية مع غضر عن هو مقتنع بها أو لا، لكن بالنتيجة يلقيها على الآخر. ومعلم الجغرافيا كذلك، لكن المعلم التربوي يختلف عن الآخرين. هنا أحب أن أقف في هذه الوقت. المعلم التربوي في صدد أن يربي الآخرين، وعنوان التربية بمفهومها العريض الواسع يعني هذا المعلم هو يبدأ أن ينقش على العرش، والعرش هو قلب المتعلم، ذهن المتعلم، والمعلم هو الذي سينقش على هذا العرش ما يريد. فأول شيء لابد أن يكون المعلم على قناعة مما يتحدث، على قناعة مما يقول، لا يتحول إلى موظف يعطى أجر مقابل ما يقول. الجانب التربوي غير مرتبط بهذه الطريقة، لابد أن يكون على قناعة مما يتحدث. وهناك شيء زائد على ذلك، أن يكون هذا التربوي عاملاً بما يقول. إذا أردنا أن نؤسس كما هو الموجود والمأمول أيضاً إلى مدى أوسع في كل مجالات الجانب التربوي، لابد أن يكون المربي مقتنع بما يقول ومنفذ جيد لما أيضاً يريد أن
يربينا عليه. أما أن مجرد أن يهضم بعض القضايا النظرية ويلقيها على الآخرين، حقيقة هذه ليست وظيفة مربي، وإنما هذه وظيفة لا تنسجم مع قضية المربي، وإنما هاي وظيفة موظف يأخذ على ما يقول، يأخذ أجراً، لا يهم اقتنع بما يقول أم لم يقتنع، نفذ ما يقول أم لم ينفذ، لأن في المقابل هو يتعامل مع أجر مادي يعطى له مقابل كذا ساعة. المربي الواقعي الذي نطمح إليه، وكما هو موجود كثير في هذه المجموعة المباركة إن شاء الله تعالى، عندما يتحدث لابد أن يكون مقتنعاً بشكل جيد ومستوعب لما يقول، ثم بعد ذلك أن يكون منفذاً في داخله لما يقول. مثلاً الآن نحن في مقام التربية، نريد أن نربي شخصاً معيناً، مثلاً نربيه على عدم الكلام النابي. لابد أولاً أن أقتنع بأن الكلام النابي هو كلام سيء. لابد أن أحصن المجتمع من عدم وجود هذه الطريقة من الكلام أو هذا اللون من الكلام، لابد أكون مقتنعاً. ثانياً لابد أن أكون أنا قد جنبت نفسي الكلام النابي. عندما أطبق هذا على نفسي، عند ذلك أستطيع أن أقول أنتقل الآن من هذه الحالة إلى حالة التربية. ميدانكم الأول أنفسكم. أمير المؤمنين عليه السلام: إن قدرتم عليها كنتم على غيرها أقدر، وإن عجزتم عنها كنتم عن غيرها أعجز. هذه المجموعة المباركة تهيأت لها جميع الأسباب إلى أن نتبنى مشروعاً مهماً نبيلاً، وغايته غاية موفقة جداً، وهو أن نكون في مكان نخدم الآخرين تربوياً. وهذه الخصيصة ليست تحصل لكل أحد. في بعض الحالات الإنسان يريد 5 أن يجمعهم حتى يتكلم معهم، لا يستطيع. كيف يجمع 5؟ ما هي الجاذبية التي عنده حتى يجمع 5؟ لا يستطيع. لكن عندما يكون في مدرسة والآخرين هم الذين يأتون إليه، فهذه فرصة طيبة أن يحقق الجانب التربوي الذي يريده في نفسه. ولاحظوا أخواني، غالباً القضايا التربوية فيها معوقات، ومن جملة المعوقات الإنسان المربي قد يستعجل في اقتطاف ثمرة تربيته. هاي من الأفهام الخاطئة. يعني هو المربي عنده مشكلة في التعاطي مع قضية التربية، يستعجل في أن يحصل على نتيجة التربية، فإذا لم يحصل سينكفئ، سيصيبه الإحباط، وقد يتراجع عن دور المربي. أين المشكلة؟ المشكلة في فهمه. المربي أيضاً يحتاج إلى مبادئ عنده
مربي يحتاج إلى مبادئ، هذه المبادئ يتمسك بها ويعمل بها، فإذا بدأ بمشروعه التربوي التبليغي هو يعرف متى يبدأ وأيضا يعرف النهاية ماذا تكون. بتعبير آخر، هناك عملية تكليف، فإذا أحسننا مقدمات هذه العملية لا شك أن بعض النتائج ستكون جيدة إن لم تكن جميعا. مثلا البعض يشكل على بعض الخطباء أنه صار لكم مثلا 20 عاما تتكلمون، فماذا ينفع الكلام؟ هذا الخطيب يجيب المستمع يقول وأنتم صار لكم 20 عاما تستمعون، ماذا نفع؟ المسألة ليست إلقاء التهمة على المتكلم أو على السامع، نحن لابد أن نؤمن في صدر الحديث، قلنا لابد أن نؤمن ونقتنع بهذه المسؤولية، ثم بعد ذلك نعمل بداخلنا بها، وعندما نتحدث مع الآخرين ستكون ممكن جملة واحدة تفتح آفاق واسعة للآخر. لاحظوا بعض المصاديق في حياة الأئمة الأطهار عليهم السلام، عندنا مشكلة طبعا في قراءتنا للروايات في بعض الحالات، إن بعضنا لا أعمم قد لم يأنس بروايات أهل البيت، يعني لم يقرأ روايات أهل البيت، وإذا قرأ قد لا يفهم كيف يقرأ، القراءة تحتاج إلى فهم، وعندما يتوقف عن بعض المفردات المهمة في حياة الأئمة عليهم السلام التي كانت وظيفتهم بالدرجة الأساس هي مكمل لدور النبي صلى الله عليه وآله، والنبي الأعظم صلوات الله وسلامه عليه كان معلماً يعلمهم الكتاب والحكمة، إضافة إلى الكتاب يعلم الحكمة، والنبي هو العالم وهو المتمكن وهو الحكيم، والنبي صلى الله عليه وآله عندما جاء بالكتاب كان مسؤولا أن يوضح كل ما يتعلق بالكتاب، وهذا كله قد أورثه إلى أهل البيت عليهم السلام. يقول أمير المؤمنين علمني رسول الله 1000 باب، في كل باب يفتح له 1000 باب، وعندما يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها ليس من باب المجاز، وفعلا الباب للنبي هو علي عليه السلام. نحن عندما نتأمل في حياة الأئمة الأطهار والمواقف وكيف تعاملوا مع الأحداث نعرف، التفتوا جدا، الجهد الكبير الذي ربونا الأئمة عليهم السلام عليه، والدليل إلى يومنا هذا نحن نلهج بذكرهم مع كل الظروف الصعبة التي واجهوها. فكر الأئمة عليهم السلام لم ينتشر بالمال ولا عن طريق السلطة ولا عن طريق الدعاية إطلاقا، بالعكس المال ضدهم، المال ضدهم، السلطة ضدهم، الآخرون ضدهم، ومع ذلك اليوم نحن نعيش بركات الأئمة الأطهار عليهم السلام. بالنتيجة ماذا صنع الأئمة؟ كيف تعاملوا مع واقع الله تبارك وتعالى أن
يعني أراده أن يكون. لاحظوا الآن الإمام الكاظم عليه السلام ونحن على مقربة يسيرة من ذكرى وفاته سلام الله عليه. لاحظوا أعرض هذه الرواية في أكثر من مناسبة فقط أبين في قصة متعلقة ببعض أحكام النساء اشتبهت حكم الشرعي فيها عند البعض، والحدث كان في العراق، فانتظر السائل إلى مجيء الموسم الحج حتى يسأل الإمام عليه السلام، ودخل إلى الإمام وسأله، والإمام قال ائتني في منى، وفعلا يقول ذهبت وجدت الإمام نصب خيمته ووجدت خادما للإمام أشار إلي قال تفضل. لاحظوا يقول دخلت على الإمام سألت قلت له أو دخلت على الإمام قال لي أعد مسألتك، فأعدت المسألة. الإمام قبل أن يجيبني خرج إلى باب الخيمة يلتفت يمينا وشمالا ثم أجاب، فبكيت قلت من يحسن هذا غيرك؟ أحدث به الآخرين؟ إمام عليه السلام قال المعنى من استوثقت منهم. مسألة جدا عادية ما مرتبطة بسياسة ولا مرتبطة بحكم إطلاقا، والإمام يخرج من الخيمة يمينا وشمالا حتى يطمئن لا يوجد أحد يسمعه. اليوم نتعامل مع تراث هائل وصلنا، وهذا التراث نحتاج حقيقة أن نفهمه أو نفهم بعضه بالحد الأدنى. لا تشغلنا ملهيات الدنيا عن الأمور الأساسية. اليوم الأخوة والأخوات يتصدون إلى أشرف مهمة، لابد لهذه المجموعة المباركة أن تكون متميزة في كل شيء. الآن سنتحدث عن حقنا أمامكم تربويا أيضا أتحدث وأخلاقيا عن حقنا كعتبة أمامكم. لابد أن تكون هذه المجموعة متميزة في كل شيء. حقيقة لا مجال للعب، لا مجال لمضيعة الوقت، ولا مجال لعدم التكامل. نحن لسنا في فسحة، الوقت أسرع منا. الانهيارات التي يعاني منها المجتمع انهيارات هائلة بمعنى الكلمة. الآن التحدي مرهون بكم، لا تستقلوا مهمتكم فيما تريدون. من أشرف المهام هي هذه المهمة، لكن يحتاج أن تلتفتوا إليها، لأن الزمن في تسارع. في المقابل بعض المنظومات الأخلاقية بدأت تتضاءل، أصبحت بعض المسائل كأنها هي الأساس. مثل إذا عدنا الآن 100 شخص أجل الله سأل كلهم عراة، وشخص واحد يرتدي الملابس، عندما نسأل يقولون هذا هو الشاذ بين هؤلاء، والقضية بالعكس هو الصح، والآخرون في الكثرة لا ترعب
المربي. المربي يعلم أن هناك موازين وميزان الكثرة ليس له علاقة بالحق، بل القرآن يقول وأكثرهم للحق كارهون، فليس ميزان الحق والباطل الكثرة والقلة، وإنما ميزان الحق لابد أن أعرف الحق، ومعرفتي للحق تتطلب مني أن أكون أكثر وعياً، أكثر إدراكاً، أكثر بصيرة. العباس عليه السلام لا شك أنه شجاع، والأخبار التي وصلت إلينا في واقعة الطاف بعضها وصل بعض الآخر لم يصل، لكن الأمر المسلم أن بني هاشم كانوا من أشجع الناس، وسيد الشهداء كان إذا نزل قال يفرون كجراد المنتشر، يخافون. والعباس عليه السلام نزل للمشرعة وكانوا يرتجفون ولم يقتلوه وجها لوجه، لكن عندما يأتي الإمام ويعرف العباس عليه السلام يقول العباس كان ذا بصيرة، غير قضية الشجاعة. العباس كان عنده بصيرة، والبصيرة هي تلك الرؤية القلبية التي يميز الإنسان فيها الحق عن الباطل. احنا الآن قد بعض الابتلاءات لم نمر بها، والإنسان غير معلوم إذا جاء البلاء يكون في أي صف، مو معلوم، يحتاج إلى قدرة، يحتاج إلى فهم. كميل ابن زياد هذا شخصية عظيمة، كميل رضوان الله عليه، كان مع أمير المؤمنين في الكوفة، في أحد الليالي سمع كميل قارئاً يقرأ القرآن أثناء الليل مع أمير المؤمنين، فسمعه أمير المؤمنين كميل، فكميل أسر في نفسه، يعني قال هذا رجل في وسط الليل يقرأ القرآن، فأعجبه في نفسه. أمير المؤمنين التفت إلى كميل قال يا كميل لا تغرنك طنطنة الرجل فإنه من أهل النار. قطعا كميل يتعجب، رجل يقرأ القرآن من أهل النار. راحت الأيام، جاءت الأيام، صارت معركة الخوارج، فكميل مع أمير المؤمنين بالقتلى، أمير المؤمنين في جفن سيفه أشار إلى شخص قلبه قال هذا صاحبك، هذا الذي كان يقرأ القرآن. المسألة أخوتي أخواتي تحتاج إلى وعي، تحتاج إلى إدراك. أنا عندما أكون مربياً لابد في خلواتي عندي ارتباط مع الله، أنا عملي لله، هذا أريد أن أربيه حتى لا ينزلق، لابد أن أكون عندي صدقية مع الله تعالى لا يعلم بها أحد. أذكر طريفة منقولة، أنا لم أشاهدها في كتاب، لكن على العلاقة مع الله تعالى، وأن لنا ذلك، يعني إحنا إنما نتحدث، ويعني مشكلة الذي لا يعلم كمثلي لا يمكن أن يصور حقائق الأمور، حقائق الأمور تحتاج واحد يعلم حتى ينقل عن حس. على كل حال ما لا يدرك كله لا يترك كله. فأحدهم يقول أن كان إنسانا مؤمنا فاضلا متدينا، أراد أن يتعبد في أحد المساجد، المساجد المشهورة، ولنفترض اسمه زيد،
فذهب إلى هذا المسجد يتعبد، سمع رجل خلفه يعمل بعض الأذكار، قال اللهم أني مثلا أعوذ بك من الفقر، أعوذ بك من الكفر، اللهم ألعن الشيطان والعن زيد، صاحب زيد مثلا من الناس. هذا التفت له قال زيد تعرفه؟ قال نعم. قال أنت زيد؟ لما تلعني؟ قال سأسألك سؤال، تذكر أنت في بعض المرات تهت في الصحراء؟ قال نعم. قال وهناك دعوت الله تعالى أن يخلصك ويأتيك بمن ينقذك مما أنت فيه، تتذكر؟ قال نعم. قال وقد دعوت الله فعلا واستجاب لك؟ قال نعم. قال من كان معك؟ قال لا أحد. قال إذن كيف علمت الناس بالقصة؟ لاحظوا دقة، كيف علمت الناس بالقصة؟ هون إحنا لا نريد أن نصير مثاليين، لكن أقول نبدأ كلمة للشيخ مغني رضوان الله عليه، محمد جواد مغني، عنده فت كتاب يتعلق عن واقعة الطائف، يقول إذا كنا لا نستطيع أن نكون كأنصار الحسين، ما نستطيع، لا أقل نستطيع أن نكون لا كعمر بن سعد، ممكن الإنسان يتجنب أعمال الآخرين السيئة. أقول المربي إخواني مهمة عظيمة جدا، فاحرصوا على قضيتين، قضية الأولى احرصوا أن الله لا يحرمكم من هذا العنوان، عنوان كوني أنا مربي، لا يحرمكم من هذا العنوان، مو العنوان الرسمي بالمجموعة، عنوان الحقيقي. وثانيا احرصوا على أن نستكمل قضية التربية، هنا فرصة في هذا المكان المبارك، فرصة أن أرمم ذاتي ما استطعت إلى ذلك سبيل. إمام السجاد عليه السلام نعم المربي، وقعان الإمام السجاد يعني شخصية عظيمة وتدرس من جوانب، كل الأئمة يدرسون. إمام السجاد عند التفاتات معينة لأن عاش في ظرف جدا جدا قاسي، يقول لم يكن في المدينة ومكة 20 رجلا يحبنا بعد واقعة الطائف، صوروا هذا الظرف القاسي كيف يكون يعني. مع المأساة يفقد أباه ويفقد إخوته وإلى آخره، بهذا المقدار يصف الحالة التي كانوا فيها. لكن الإمام عليه السلام فعلا كان مربيا، ويذكر ما نحن فيه الآن عنوان الإرشاد والتربية، عند مقطع في دعاء مكارم الأخلاق، أنا أدعو نفسي قبلكم، احرصوا على قراءة دعاء مكارم الأخلاق مربيين تحديدا. خريطة طويلة عريضة واضحة يرسمها الدعاء، لا تقرأوه فقط من باب التعبد، اقرأوه قراءة فهم وتأمل. يعني نتصور الإمام السجاد حاضر ونسأله، نقول له ما هو الطريق الذي يوصلنا إلى النجاة؟ يقول هذا الطريق دعاء مكارم الأخلاق. نبدأ معه فقرة فقرة يوميا، أقرأ لي منه أسطر بشكل هادئ، ثم أشرع أنفذ ما يقول قدر الإمكان، العلم بالشيء، العلم ببعض الشيء قطعا أفضل من الجهل به بالكلية.
أعرف الأئمة عليهم كيف يتعاملون مع واقع، واقع مزري، انحراف الأمة، مرت بانحرافات هائلة وشديدة، فلا بد أن أعرف كيف يتعاملون معه. لاحظوا هذا المقطع في دعاء مكارم الأخلاق، أبين بشكل إن شاء الله إذا تعبت واحد منكم شيء أشر لي يعني أنا حتى أعرف تعبته. لاحظوا هذه الفقرة من الدعاء، يقول: ووفقني لطاعة من سددني ومتابعة من أرشدني. قال وفقني، تعرفون التوفيق لا يأتي جزافا، طاعة من سددني. قال لي هذا الطريق غير صحيح، أسددك السداد الصواب، فهذا الذي سددني الذي صوب رأيي وفقني لأن أطيعه، ومتابعة من أرشدني هذا يريد مصلحتي وأني أتابع أسمع منه. نحن الآن أخواني في فرصة مثالية، وهذه الفرصة المثالية التفت كل منا مشروع صاحبه إلى الآخر، كل منا. الآن أنا أتذكر هذه الوجوه الكريمة مثلا، وبيني وبين الله أقول: اللهم احفظهم، اللهم سددهم، اللهم ارض عنهم. لا شك هذا في نفعي، أنتم طريقي إلى الآخرة، وإذا لا قدر الله تكلمت عليهم الله تعالى لا تخفى عليه خافية، والكتاب الذي سينشر يوم القيامة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا سجلها وأحصاها. أيضا طريق للآخرة لكن بالجانب المظلم والعياذ بالله. قل دائما المؤمن أخواني يتفائل رغم صعوبة الأقدار، رغم صعوبة الدنيا، سان عليه أن يتفائل. لماذا؟ لأننا كلنا بلا استثناء لابد أن نرحل عن هذه الدنيا. الآن نحن نتشاجر، أحدنا يتكلم على الآخر، هذا ناشئ من جهل، أجل الله السلام. الحقيقة التي لا نكران فيها أننا سنغادر، وهناك تعرض الموازين. الحق، كم إنسان نراه خيراً، كم إنسان نراه الآن في بحبوحة من العيش، سيقول يوم القيامة ارجعوني، وكم إنسان نراه في ضنك من العيش، نراه يوم القيامة على سرر متقابلين، كم وكم. ما دمنا في الدنيا لابد أن نتزود منها. لم يحدث أن الأئمة عليهم السلام رغم كل الظروف ضجروا مما مروا به، ضجروا يعني أشبه بالرد لقضاء الله والعياذ بالله. إطلاقاً سمعتم في، كان عندنا في ولادة الزهراء عليه السلام هنا في هذا المكان، رغم مأساة الزهراء عليه السلام فقدت لأبيها وتراث أمير المؤمنين كل شيء، بدأت الحمد لله. سيد الشهداء في واقعة الطف، الأعداء أمامه يعلم أنهم فقط في العاشر من المحرم آخر يوم من الدنيا، أيضاً الحمد لله. الإنسان الواثق من رحمة الله تبارك وتعالى، وهي رحمة واسعة تسع كل شيء كما تقرؤون دائما في الدعية، أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، الإنسان يتفائل حتى يعمل.
نحن قدر الإمكان إخواني أخواتي من خلال القسم المبارك نوفر كل الأجواء للعمل الجيد، لكن ليس كل الأمور تجري وفق ما نشتهي. لا شك أن هنا عمل يصير، عمل ما يصير، أنت مع زميلك عندك مغثة، لان قضية ما عجبتك، لا تقف عند هذه الأمور، هذه الأمور طبيعية. عندك مشكلة ويا صاحبتك، منزعجة من تصرف الفلاني ويعكر المزاج، لا تقفون عند هذه القضايا، قضايا طبيعية. انظروا إلى الهدف الأبعد. أنا أشبه الموضوع بزائر الحسين دائما، وهو أعتز أنا بهذا التشبيه لنسبته لسيد الشهداء. زار الحسين مثلا يخرج من البصرة أيام الأربعين، عنده هدف لابد أن يصل إلى سيد الشهداء، بالنتيجة في الطريق يتأذى، رجله فيها جراحات، يتعب، يجوع، يبرد، لكن لا يرجع، لا يتراجع، حدد هدفه. فإذا وصل إلى سيد الشهداء استراح، كل ذلك الهم يضربه عرض الجدار، لأن الهدف تحقق. نحن هدفنا لا يتحقق إلا بالخروج من الدنيا، الله يطلع عمركم جميعا، بمعنى لا بد أن نعمل ما بقي في النفس نفس. لا تقصروا في أي توجيه تستطيعون أن تفعلوا، لا تقصروا، ينفعنا جميعا يوم القيامة. رب كلمة خرجت من أحد منكم جعلت هذا الشخص في راحة نفسية مدى الحياة. أختمها بقصة قصيرة عن شخص قال لماذا لا تصلي الجماعة؟ قال أروج أصلي الجماعة. لماذا؟ قال أنا أول ما دخلت أريد أصلي الجماعة ما أعرف، فوقفت بالسرة بالصف الأول، تمت الجماعة، جاءني رجل زجرني زجرا مبغضا، قال اذهب في الصفوف الأخيرة أنت لازلت صغيرا. فكرهت الجماعة في أول يوم، ها خير الضحكون بابا. شخص آخر يقول أعشق الجماعة، ما هو السبب؟ قال أيضا أنا لم أصلي الجماعة، أول يوم صليت الجماعة خرجت حذاء سرق أجل الله السلام، فبكيت. فجاءني شخص، خير تبكي بابا؟ قلت له القضية كذا وكذا. قال تعلم اشترى لي حذاء جيدا، فأحسست بعطفه علي. لاحظوا التصرفين إخواني، النبي هذه العظمة، ولا تكن فظا غليظ القلب، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، لأن النبي ما يهمه مقام النبوة، ما يتأثر، لكن نقض الغرض، عندنا رسالة، رسالة لابد أن نستوعب الآخرين فيها. والنبي القرآني متحوى أنك لعلى خلق عظيم، هذا إرشاد لنا. المرشد نعم لابد أن يتحمل قد ما لا يتحمل غير أخوان، هاي نقطة أنا هم أسجلها، هم بشر أدري كلنا هالشكل، لكن في بعض الحالات لابد أن تتصنع الصبر، تتصنع التحمل، أنت مبلغ لابد أن تتحمل كلمة منك قد تخرج تهز هذا الشخص هزا، طالب أو غير طالب، تكون سبب لا قدر الله في ضلاله، أو سبب وهذا جيد في توفيقه أبد الآبدين. مثل عندنا بعض الأخوة في العتبة مثلا يفتش، فذا يستقبله بأريحية للزائر، زائر يدخل الحرم وهو بشوش مرتاح، إذا يستقبله بعنف لا يدخل وهو معكر المزاج لا قدر الله. تؤثر الكلمات، تؤثر.
على العموم احنا تطفلنا على الوقت واخذنا وقتا كثيرا، لكن فرصه طيبه ان نلتقي بكم. بعضكم لعله ملتقين بي قليل، وبعضكم ما ملتقين بي اصلا، وبعضكم قد نلتقي بي وبعضكم قد ما نلتقي بي بعد، ما نعلم. لكن على كل حال نسال الله تعالى لكم دوام التوفيق والتسديد ان شاء الله تعالى، وان الله يحميكم ويدفع عنكم كل سوء بمحمد واله. واشكركم كثيرا على هذا الحضور، وايضا الى رئاسه القسم الموقر، والى كل الاخوه المعاونين الاداريين المدرسين، سواء كان في الجهات التنسيقيه او الاشرافيه. ان الله تعالى يوفقكم في هذا الشهر وفي كل شهر بطاعته، انه مجيب الدعاء. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. وافر الشكر وعظيم الامتنان لسماحه السيد المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة دام عزه على هذه الكلمات العطرة. حقا إنها باقات ورد من بريق الندى. نرحب بالسيد الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة دام تأييده. ها نحن نعود وإياكم أيها الكرام نستشرف الرؤى ونستمد العزم من هذه الكلمات العطرة لسماحة المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة دام عزه، لنؤكد سعينا إلى رسم سياسة تربوية إرشادية ناجعة عبر مساحات إرشادية مترابطة ومتكاملة ومتحدة الغاية لبلوغ مستوى الجودة التربوية الذي ألزمت به مجموعة العميد التعليمية نفسها واستمدت من صاحب الجود عطاءها. كلمة لقسم التربية والتعليم العالي يتفضل بإلقائها السيد رئيس قسم التربية والتعليم العالي الدكتور حسن داخل الحسناوي دام توفيقه، فلنستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. سماحة المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة دام عزكم، السيد الأمين العام للعتبة العباسية المقدسة دام تأييدكم، جناب السيد عضو مجلس إدارة العتبة العباسية المقدسة السيد ليث الموسوي دام توفيقاتكم، السيد عضو مجلس إدارة العتبة العباسية المقدسة والمشرف على قسم التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الموسوي دام توفيقاتكم، السيد مدير مكتب سماحة المتولي الشرعي الدكتور أفضل الشامي دام توفيقكم، السيد رئيس المجمع العلمي للقرآن الكريم دام توفيقكم، الحضور الكريم جميعاً مع حفظ العنوانات والمقامات والألقاب كريمةً مبجلةً، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واقعاً بعد إفاضات سماحة المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة دام الله وجوده المبارك، يلزم من يود أن يقول كلمة أن يتحلى بأمرين، أولهما الجرأة، وأن يعتذر عن هذا، وثانيهما القناعة بأن كلماته مهما بلغت ينبغي أن تقتنع بأن تكون مجرد هامش ضئيل على تلك الإفاضات المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واحداً أحداً خلق الإنسان وإياه النجدين هدى، ثم هيأ له
من أمره ببصيرته رشدا. والصلاة والسلام على المرشد الأكمل والمعلم الأول نبينا محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وبعد، مشهد آخر من مشاهد تأمل النفس ولحظة أخرى من لحظات مراجعة المنجز التي يتحينها ويسترقها قسم التربية والتعليم العالي في خضم انشغاله المتخارج بأداء رسالته وانهماكه المستغرق بتحقيق رؤيته. اجتماع آخر لأسرة التربية والتعليم الكبيرة بمحضر رعاتها وأولياء أمرها للتفكر في الحال ومقتضياته أو جانب من جوانب الحال لعله أهمها وأخطرها وأرفعها. لقاء معتاد من مؤسسة تربوية لا تقنع بما دون الريادة ولا ترضى بأقل من أن تكون مثالاً يحتذى وأنموذجاً به يقتدى. غير أن هذا اللقاء المعتاد هو من وجه آخر لقاء واع بخصوصيته، الخصوصية التي تضفيها عليه خصوصية سياقه، أعني وضع قسم التربية والتعليم العالي اليوم، نعم اليوم، بكل ما لهذه الكلمة الظرفية من أبعاد تفرض علينا رؤية ما ينجزه القسم بوعي نافذ، بوعي نافذ بيومه الذي آل إليه والواقع الذي صار عليه. فقسم التربية والتعليم العالي اليوم يوشك أن يتم العقد الأول من عمره، 10 سنوات على انطلاق هذا المشروع المبارك من رؤية مباركة عميقة اختطت له مسار الريادة وعهدت إليه أن يفتح العمل في العمل التربوي فتحاً مبيناً يجسد أمنية من تقدم، يجسد أمنية من تقدم وينسج على نوله من تأخر. وقد صار ذلك واقعاً بحمد الله تعالى وشكره، إذ سطعت شمس العميد لتغشى الأنظار وصار منجزها حكاية على أفواه الكبار والصغار. غير أن هذا الألق البهية لا يبيح لنا أن نأتي ببدعة على سنة العمل المؤسسي الرصين فنقع ونكتفي بما صرنا إليه ونتعالى على المراجعة النقدية البناءة لعملنا وتلمس ما هو طبيعي من فجوات غفلنا عن سدها وفراغات صرفنا عن ملئها واستشراف الآفاق الممكنة لمزيد من قصص النجاح. بهذا العقد الحافل بالعطاء صار القسم مؤهلاً بل مدعواً أن يلتفت إلى الوراء ليتأمل مساره الذي عليه سار ومآله الذي إليه انتهى ويسائل نفسه، أما زال على مؤدى المسار الذي انطلق منه؟ وهل بلغ ما كان مراداً له أن يبلغه بحلول هذه المدة؟ أين وصل مشروع العميد اليوم؟ وأين كان ينبغي أن يصل؟ أما زالت جذوة الطموح إلى الأقاصي متقدة فيه؟ ليست هذه الأسئلة وليدة الترف الإداري أو الاندفاع الشخصي للتميز، بل هي أسئلة ضرورية تفرضها سنة العمل ومجتمع المؤسسة الذي ما فتئ يتغير ويتحول على نحو متسارع ثقافياً واجتماعياً وفكرياً واقتصادياً وقيمياً، حتى ليستحيل مع تطوراته وتغيراته قول كفى أو أن الرحلة قد بلغت وجهتها
ولها فيها مستقر ومقام. انطلاقا من هذا كله يطمئن قسم التربية والتعليم العالي القائمين عليه والراعين له والمستفيدين منه أنه اليوم يعي وعيا كافيا متطلبات العمل التربوي الراهنة وما يقتضيه تطوير هذا العمل والولوج به إلى آفاق جديدة من تغيير لا بد منه ومن مراجعة دقيقة للرؤية والأهداف والإجراءات وكيفيات اتخاذ القرار وسبل المتابعة والتقييم والتقويم. ولعل أهم ما يتطلع إليه القسم اليوم في إطار التطوير المستند إلى المراجعة هو الارتقاء بمجموعة العميد التعليمية إلى منظومة تربوية متكاملة، ثم توحيد العمل التربوي والتعليمي وصهرهما في تشكيل واحد، ثم رسم سياسة جديدة لاستقطاب الموارد البشرية التربوية، ثم صياغة خطاب جديد لمجتمع المؤسسة، وغير ذلك مما يخطط القسم إلى تحقيقه ويتخذ إليه جملة من السبل، من بينها تأسيس تقليد سلسلة ملتقيات العميد، هذه السلسلة الطيبة التي كان حلقتها الأولى ملتقى العميد لانطلاق العام الدراسي، تلاه ملتقى العميد لتكريم الملاكات المتميزة، واليوم نجتمع في إطار الحلقة الثالثة من السلسلة ملتقى العميد للإرشاد التربوي الذي يقام تحت شعار مرشد العميد ملاذ آمن من تحدي الراهن. هذا الملتقى الذي يولد من رحم رؤية تمنح الأولوية للعمل التربوي ولا ترى فيه نظيراً موازياً للعمل التعليمي، بل تراه أساساً له وشرطاً لإمكان نجاحه، فالتعليم جسد روحه التربية، وللتربية وجوه أو سمها الإرشاد. ولكن ما معنى أو لماذا ملتقى العميد للإرشاد التربوي؟ أن نقيم للإرشاد التربوي ملتقاً فهذا يعني أن الإرشاد هو الرسالة التي نلتقي فيها جميعاً، هو الهم الذي يشدنا من الداخل قبل أن يكون مسؤولية مفروضة من الخارج. أن نقيم ملتقاً للإرشاد فهذا إقرار بخطورة العمل الإرشادي وأهميته، ومن ثم بمنزلة المرشد الرفيعة في رؤية العميد. أن نقيم ملتقاً للإرشاد فهذا يظهر عناية القسم بالمراجعة الدورية للعمل الإرشادي بالمجموعة لاقتراح أفضل السبل لترصينه وتمكينه. أن نقيم ملتقاً للإرشاد وهو ملتقاً داخلي ليس سوى خطوة أولى ضرورية وتمهيدية لخطوة أكثر طموحاً تتمثل في إقامة ملتقاً وطنياً للإرشاد التربوي برعاية العتبة العباسية المقدسة، نوسع بوساطته تجربتنا الإرشادية إلى خارج مجموعتنا في إطار هدف رئيس من أهداف قسمنا، تقديم الخدمة المجتمعية التربوية، هدف من أجله سنشهد قريباً إن شاء الله تعالى وليداً جديداً مباركاً لهذا القسم، ألا وهو مركز الساقي للإرشاد النفسي. أخيراً، أن نقيم ملتقاً للإرشاد هو أن نتيح مناسبة طيبة لمراجعة إجابتنا المعهودة عن السؤال: من هو المرشد التربوي؟ ليس المرشد التربوي في نظرنا الشخص المتخصص في الإرشاد التربوي أكاديمياً حسب. كل من يضع قدمه في هذه المجموعة المباركة ينبغي أن يكون مرشداً تربوياً عملياً، ولكن من موقعه ومسؤوليته، فمدير المدرسة مرشد من موقعه، والمعلم مرشد من موقعه،
وهكذا تتضايق الدائرة وصولاً إلى المرشد المتخصص. إن العمل التربوي لمسؤولية جسيمة ومساحة واسعة شاسعة، ليس بوسع المرشد المتخصص وحده أن يشغلها، بل على كل من في المدرسة أن يعمل في اتساق معه وفي تفهم وإجلال لدوره، مع العناية والاهتمام على أن لا يؤدي ذلك إلى تداخل في المهمات وتعد على المسؤوليات من شأنهما الضرر بالمشروع التربوي وبالمستفيدين منه. وعلى هذا الصعيد يروم القسم من هذا الملتقى الطيب أن يؤكد على الآتي: أن يهتم المرشد بدوره ومهماته حسب، ولا يشغل نفسه بمهمات أخرى مهما كان نوعها، تحمله على التقصير فيما هو من جوهر عمله وأخص شؤونه. ألا يدخر المرشد وسعاً في تطوير نفسه وفي العمل على التحلي بثقافة واسعة دينية واجتماعية وفلسفية ولغوية، وبمهارات ضرورية لعمله كالتواصل والحجاج والإقناع، فضلاً عن التعمق في المجال النفسي الذي هو صميم عمله. فمن شأن هذا كله أن يوفر مجالاً أوسع وفهماً أعمق وأدوات أنجع في ممارسة دوره التربوي بفاعلية وإتقان. أن يحرص المرشد على أن يكون عمله الإرشادي عملاً علمياً منظماً ينم عن وعي وبصيرة تشخيصاً ومعالجة، لا عملاً اجتهادياً عشوائياً محكوماً بالأمزجة والأهواء. على المرشد أن يجهد في أن يكون ذا بصر حديد يمكنه من رؤية المشكلات وهي في طور الوجود بالقوة، قبل أن تصير مشكلات موجودة بالفعل فتكون لها أبعاد سلبية أوسع وعواقب أكثر ضرراً. فالعمل الوقائي التحصيني على قدر كبير من الأهمية، ومثله العمل الإنمائي، ويجب ألا يختزل المرشد عمله في معالجة المشكلات بعد أن تصير وجوداً واقعياً متعيناً فيقتضي إعدامها كلفة مضاعفة. على المرشد ألا يقصر اهتمامه بالطرف السالب من مجال عمله، أعني المشكلات بأنواعها كلها، فيغفل ولا يهتم بالطرف الآخر الموجب الخاص بالموهبة والتفوق. فالموهوبون والمتفوقون داخلون في مساحة عمل المرشد، وعليه ألا ينشغل عن اكتشاف مواهبهم ورعايتها حتى لا تندثر وتتلاشى دون أن يراها ويفيد منها المجتمع. على مرشد العميد أن يولي أهمية بالغة للبحث العلمي التجريبي في مجال عمله، وأن يجعل من مدارس المجموعة ومتعلميها ميداناً لبحثه. فمن شأن هذا كله أن يعزز عملية علمية العمل الإرشادي، وأن يضعنا أمام بيانات ونتائج ومنطلقات معالجة عامة توفر الجهد والوقت في المستقبل. في ختام القول ومنتهاه، يقدم قسم التربية والتعليم العالي وافر الشكر وعظيم الثناء لكل من أسهم في إقامة هذا الملتقى التربوي الطيب. أعظم الشكر والثناء لسماحة المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة السيد أحمد الصافي دام عزه، لرعايته الدائمة وغير المحدودة للعمل التربوي الحقيقي. لقد كان تشريفه إيانا اليوم بالحضور بيننا درساً عظيماً في أهمية الإرشاد والمرشدين. الشكر موصول إلى الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة على الرعاية الكريمة
والسعي الدائم إلى تيسير السبل وإزالة العقبات التي دائما ما تعترض العمل والعاملين. بالغ الشكر والامتنان للسيد المشرف على قسم التربية والتعليم العالي، أدام الله توفيقه لرعايته واهتمامه. أوفى الشكر أيضا لشعبة الإرشاد التربوي في القسم ولإدارات مدارسنا العامرة وللمنسقين الأفاضلة والمنسقات الفضليات للجهد التربوي الكبير والعمل بروح الفريق الواحد للنهوض بالمسؤولية التربوية بالوجه الأمثل. ختام الشكر والثناء لمرشد العميد اللامع الذي من أجله التقينا، لنقول له: تقحم المحترك التربوي الخطير بكل تحدياته، ونحن من ورائك مساندون وبك واثقون ولثمار غرسك تائقون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وافر الشكر إلى السيد رئيس قسم التربية والتعليم العالي في العتبة العباسية المقدسة على هذه الكلمات وهذه الرؤى الطامحة في خدمة السير التربوي التعليمي في مجموعتنا المباركة. يا شارعاً في ذكر طيب المحتدي، صلي تنل منه الشفاعة في غدي، لم تحصي إنس والملائك كلها فضل الصلاة على النبي محمد. الآن مع فقرة بعنوان من هو المرشد، عرض تقديمي يجيب عما لا تستطيع الكلمات الإجابة عنه: من هو المرشد؟ واحد من المشاكل العامة الأطفال اليوم هي مشكلة القراءة. تنمر والسلوك المتكرر باتجاه شخص أو مجموعة من الأشخاص الآخرين بديع. أصابت المجموعة هي مبوام اجتماعية قبل أن تكون تربوية. قيثار روحي رفرفت أوتاره طربا بأنغام الضياء الأمجد، وتوحد الورد الزكي وعطره عطر الصلاة على النبي محمد. عندما يكون العطاء منقطع النظير
والخطوات تتسابق من أجل تقديم الخدمة الحقيقية الإرشادية للمجتمع عموماً ولمتعلمي مجموعة العميد التعليمية خصوصاً. وعندما يفعل المعنى الحقيقي للإرشاد في ميدانه المقدس فإن النتاج يكون طيباً والثمرة يانعة. عندما يكون العطاء منقطع النظير والخطوات تتسابق من أجل تقديم الخدمة الحقيقية الإرشادية للمجتمع عموماً ولمتعلمي مجموعة العميد التعليمية خصوصاً، وعندما يفعل المعنى الحقيقي للإرشاد في ميدانه المقدس فإن النتاج يكون طيباً والثمرة يانعة. لنشاهد وإياكم عرضاً تقديمياً لخلاصة العمل الإرشادي في مجموعة العميد على امتداد الفصل الدراسي الأول من العام الحالي، يقدمه الأخ الدكتور علي كريم عبد مسؤول ملف الإرشاد في مجموعتنا المباركة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السادة والسيدات الحضور بحفظ الألقاب والمقامات المباركة الجليلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما أشار سماحة المتولي الشرعي للعتبتي العباسية المقدسة وأفاض علينا قبل قليل بأنه لا بد أن يكون المرشد صبوراً وكل الموجودين صبورين، فألتمس منهم أن يتحملوا 10 دقائق إلى ربع ساعة، لكنه ضروري لنرى أنفسنا أين نحن من رؤيتنا كمجموعة تعليمية تروى على الألسن. سوف أتحرك. على الاتفاق هذه المدة وما ترتب عليها من إجراءات، أما
Thank you.
وافر الشكر للدكتور الفاضل علي كريم عبد، وهو يقف عند واقع الإرشاد في مجموعة العميد التعليمية في عرض واف جسد طبيعة الإرشاد في هذه المجموعة المباركة، وهي تسعى في برامج طامحة تؤشر باتجاه المعرفة وبناء الإنسان. يا صوتاً ينشد للأفضل، يا روح المدرسة الأمثل، يا روح المدرسة الأمثل، يا صوتا ينشد للأفضل. نشيد بحناجر فتية تعبر عن امتنانها لهذا النبراس وعطاؤه المبارك، فلنستقبلهم بالصلاة على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. شكراً لكن أيها الصغيرات المؤمنات، حفظكن الله وأدام بهجتكن. علقت في روحي نشيدك للغد، فانوس حب فيه زيتك موقدي، سيظل اسمك في المتاهة روعة تهوى الصلاة على النبي محمد. الآن مع عرض تقديمي مسرحي صامت يجسد تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على المتعلمين في هذه المرحلة في صراع ما بين الخير والشر لينتصر الخير في نهاية الأمر.
غامرت في عشق وجبت توددي ووهبت بالذكر الجميل تشهدي، لكن روحي في المواهب لم تجد مثل الصلاة على النبي محمد. يعز علينا أن نصل إلى نهايات هذا الملتقى ونحن في حضرة أنفاس متولينا الشرعي والجميع الحاضرين. في ختام هذا الملتقى وبحضور رعاته وداعميه والقائمين عليه، نتقدم بوافر الشكر وعظيم الامتنان لكل من أسهم في إقامة هذا الملتقى. على بركة الله تعالى وبحضور سيدنا المبجل المتولي الشرعي، ننتقل بكم الآن إلى معرض يجسد النتاجات التربوية والوسائل الإرشادية لمجموعة العميد التعليمية، فإلى هناك محفوفين بالصلاة على محمد وآل محمد.